بارك الله فيك. نعم حياك الله شيخنا. شيخنا احوال الان الوضع المسلمين، حياك الله معنا دكتور نشرف طبعا بلقائكم وبالحديث معكم. شيخ انت الان على الهواء، نتحدث عن الوضع والشان السوري بعد سنتين ونصف، وتجاوزت سنتين ونصف، داخلين على 3 سنوات. الناس اصاب بعضهم الوهن، التبرعات البعض كان يعطي الان توقف، الحكومات لا زال موقفها غير واضح، النظام الدولي يتلاعب بمصير هذا الشعب الذي قدم ولا زال يقدم من يعني الشهداء. كلمتكم ورسائلكم شيخ لكل هذه الفئات، للنظام الدولي، لحكوماتنا، للشعوب وللشعب السوري ايضا المجروح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إن النصر من عند الله، وقد قال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله. وهذه أداة حصر، ولا نصر إلا من عند الله. وإذا كان الحال كذلك فالمؤمن لا ينتظر النصر من أمريكا ولا من حزب الناتو، وإنما ينتظر النصر من ربه سبحانه وتعالى، الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ومن يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده ولئن اجتمع عليه من بين دابتين من بين اقطار السماوات والارض ليوصلوا اليه اي نفع لم يكتبه الله له فانه يؤمن انهم لا يستطيعون ايصاله اليه ولئن اجتمعوا على ان يصلوا الى اي بر لم يكتبه الله عليه فانه يؤمن انه لن يصل اليه ولذلك فإن نوح عليه السلام قال لأهل الأرض جميعا فاجمعوا أمركم فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. والتوكل على الله سبحانه وتعالى هذا وقته عندما تنقطع الأسباب ويتخاذل الناصرون من أهل الأرض، حينئذ يأتي النصر من عند الله كما وعد الله سبحانه وتعالى وكما عودنا في عادته الماضية. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: حتى إن استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ونجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين. ويجب على المؤمن أن يعتقد أن وعد الله نافذ لا محالة، وأن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الله وعده. وقد وعد الله المؤمنين بالنصر في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلذلك رسالتي لإخواننا في سوريا جميعا أن يثقوا بوعد الله وأن يعلموا أن النصر قريب منهم جدا، وأنه كلما اشتدت النضائق الدنيوية وتخاذل الناس كلما قرب رسول الله ونصره وفضله. وعليهم أن يتوكلوا على الله، ومع ذلك يجب عليهم أن يأخذوا بالأسباب، ومن اهم الاسباب وحده كلمتهم واتفاق صفهم وتعاونهم وايثار بعضهم اخوانه والضعفه بالخصوص على نفسه، والايثار من اخلاق المؤمنين وبالاخص في وقت الضيق. وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الاشعريين بذلك فقال: فهم مني وانا منهم. وكذلك اتفاق الكلمه فانه نصره وتأييد. وقد قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. ورسالتي لهذه الامه الاسلاميه التي امتدحها الله في كتابه فقال: كنتم خير امه اخرجت للناس. وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وامتدحها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. رسالتي لهذه الأمة لما يغرنها تكالب الأعداء وتواكلهم فهو أمر معتاد تعودت عليه هذه الأمة من بداية نشأتها وسيزداد الأمر كذلك. فعليها ان تتوكل على الله وان تاخذ بالاسباب وان تتعاون على البر والتقوى وان لا تظن فالبيع مع الله وهو الذي انعم علينا بهذه النعم. فالمتبرعون الذين يقدمون اموالهم لا يقدمونها للشعب السوري ولا للمجاهدين، انما يقدمونها لانفسهم، فهم يقرضون الله قرضا حسنا
والله يضاعف لهم أضعافا مضاعفة. وقد ناداهم بذلك مرتين في كتابه فقال: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فهذه المضاعفة مضمونة، وما سوى ذلك من الأموال يضيع وهو عرضة للإزاحة والهلاك. لكن ما أخلص فيه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فإنه مضمون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا تصدق امرؤ بتمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فروه أو فصيله حتى تكون كالجبل، والفرو ولد الفرس والفصيل ولد الناقة. ويكفي من بركة مال الإنسان أن يضعه في يمين الرحمن جل جلاله. وبالأخص إذا تذكر الإنسان أن كل ما عنده فهو من نعمة الله عليه، وما بكم من نعمة فمن الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فإنه يزيده ذلك توكلا على الله ومسارعة لرضوانه وأن يقرضه قرضا حسنا. وبالأخص في وقت الحاجة إليه، فإن الحاجة قد تتغير فالنصر آتي لا محالة، قد يأتي الليلة وقد يأتي غدا وقد يأتي بعد غد، وما قبل هذا الفتح لا يستني من بذل فيه ماله وجهده وقاتل فيه بنفسه، ومن يأتي لنصرة الدين بعد انتصاره. فإن الله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ولهذا تقدم الصحابة من قبل على هذه الأمة لأنهم قاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدهم أنفق مثل جبل أحد ذهبا لا بلغ مد أحدهم لا نصيفه. فإذا أنفق الإنسان في وقت الحاجة قبل الفتح فإن لا يذقه لو كان مدا من الشعير، سيكون أفضل في الميزان من مثل جبل أحد من الذهب. وهذا هو الربح الطائل الهائل. ولذلك على جميع هذه الأمة حكاما ومحكومين أن يبادروا قبل الفتح، وأن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يسارعوا لمساعدة المجاهدين بإذن الله عز وجل. وأنا أشكر شيخنا شهداء لله، ثم أن يقفوا مع إخوانهم المستضعفين. فالشعب السوري كثير منهم مشردون في الخارج، وكثير منهم مشردون في الداخل. كثير من الناس لا يستشعرون إلا أحوال المشردين في المخيمات في الخارج، في الأردن وفي تركيا وفي لبنان. ولكن الواقع أن في داخل المدن السورية والأرياف كثيرا من المشردين وهم أضعاف أولئك، نزحوا من مدنهم وقراهم لا يملكون حولا ولا قوة ولا دفعا ولا نفعا، وقد خرجوا تحت القصف، وهم الآن يحتاجون إلى هدة من هذه الأمة لمساعدتهم. بإذن الله عز وجل. وإن شاء الله الشعب السوري شيخنا سيكون إن شاء الله على مستوى الحدث، وبإذن الله شعوب الإسلام لن تتوقف رسالتكم. أنا أعتذر شيخنا لأن الوقت بدأ يتداركنا. الشيخ محمد الحسن الددو، هذا الرجل الذي صدع ويصدع في كثير من المواطن في الحق، أسأل الله أن يثبته على قول كلمة الحق وبكلماته الجميلة التي يحاول فيها يعني لم شمل هذه الأمة وجمع كلمتها، وهو من الساعين لوحدة هذه الأمة. أسأل الله أن يبارك فيه شيخنا الدكتور يوسف.